ذكرت مسألة لا تفوتني أن أفيدكم بها، وهي أن بعض المفسرين جعل قوله تعالى فزادهم الله مرضا جملة دعائية، أي دعا الله عليهم بزيادة مرضهم، وهذه الجملة هي خبرية لفظا إنشائية معنى، وتأتي كثيرا عندما تقول فلان رحمه الله. رحمه الله جملة خبرية، أنا أخبرت بأن رحم الله، ولكن يمكن أن يقصد بها الدعاء. رحمه الله يعني كأنك قلت اللهم ارحمه، فلان تدعو له زادك الله علما، هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى. خبرية لفظا من حيث اللفظ هي خبرية خبر، وتكلمنا عن الخبر والإنشاء في تفسير سورة الفاتحة، ولكن المعنى المقصود هو إنشاء، والدعاء إنشاء، الدعاء إنشاء، ولذلك يقولون خبرية لفظا يعني لفظها خبري خبر، إنشائية معنى. لماذا قالوا إنشائية معنى؟ لأن الدعاء يعتبر من الإنشاء، مثل الأمر ومثل الاستفهام ومثل النهي، هذه من الإنشاء.